في يوم شم النسيم وعيد الربيع الذي اعتاد المصريون على الاحتفال به في الحدائق العامة والمتنزهات، كانت شوارع عدد من المحافظات على موعد مع المزيد من فعاليات رافدي الانقلاب العسكري. منذ الصباح الباكر اصطف مناهض الانقلاب في البحيرة في سلسلة بشرية رفعوا فيها شارات رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، ربما للتذكير بالمجزرة أو التأكيد على أن عودة الشرعية ستكون مصدر فرحهم الوحيد. أشعر بأي فرحة أو أي سعادة إلا بعودة أخي وأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. هنا تكون الفرحة، هنا تكون عودة الشرعية، هنا تكون عودة مكتسبات ثورة 25 يناير. في مدينة منوف بمحافظة المنوفية لم يختلف الحال كثيرا، فمناهضو الانقلاب خرجوا أيضا منددين بأحكام الإعدام الصادرة بحق مؤيد الشرعية، وكان لهم مبررهم في عدم الاحتفال بشم النسيم. فكيف نخرج إلى الحدائق وكيف نخرج إلى الجناين ونشم النسيم على رأي الناس ونفرح ونلهو ومصر كلها أصبحت سجن كبير؟ أهالي قرية أبو حماد بالشرقية مسقط رأس الرئيس المعزول نظموا كذلك سلسلة بشرية ترفع ذات المطالب. المشهد نفسه تكرر في مركز الرياض بكفر الشيخ منذ ساعات الصباح الأولى للتنديد بممارسات وزارة الداخلية وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.